السلام عليكم وأهلا بكم إلى أخبار الناس. هذا البرنامج مخصص لنقل أخباركم منكم أنتم مصدر الأخبار، وأيضا التحاور والجدال بشأن آرائكم في الأمور الحاصلة في مصر حاليا. نرجو منكم أن تنقلوا عبر شاشاتنا الأخبار، ولكن تتحروا الدقة، ونحن لا نؤكد هذه الأخبار إلا إذا استوثقنا منها من خلال مراسلينا ومصادرنا، وأيضا نفتح المجال للتعبير ولنقل مشاكلكم من خلال هذه الشاشة. هذه مسؤوليتنا أن ننقل المشكلة، وهناك من يجب عليه أن يهتم بها ويحاول حلها. نبدأ هذا البرنامج بمجموعة من الاتصالات، ونتمنى بالطبع الاتصال على الأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة، وكذلك يمكنكم أيضا مراسلتنا عبر إيميل البرنامج الظاهر أيضا على الشاشة، ومن خلال صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك وتويتر، وأيضا من خلال هاشتاج أخبار الناس على تويتر، نرجو منكم المشاركة فيه. نبدأ اتصال مع إسماعيل من البحيرة. إسماعيل من البحيرة. السلام عليكم. وعليكم السلام إسماعيل. أيوة أهلا. أهلا وسهلا. حضرتك إسماعيل الشحات. يا أهلا بيك، الصوت بس شوية عايز يتظبط، يعني لو إسماعيل الشحات. إسماعيل الشحات. أنا من محافظة البحيرة يا فندم، بداية كنت عايز أسرد مشكلتين. اتفضل. المشكلة الأولى مشكلة انقطاع التيار الكهربي عندنا. انقطاع التيار الكهربائي، ويبدو أيضا انقطاع خطوط الهاتف. شكرا جزيلا إسماعيل من البحيرة. علاء من سوهاج. أستاذ علاء. علاء من سوهاج، أهلا وسهلا. انقطع الخط مع علاء من سوهاج، ربما الاتصال الوحيد الذي جاء حتى الآن من إسماعيل من البحيرة عن انقطاع التيار الكهربائي. هذه المشكلة يبدو أنها موجودة في عدد من المحافظات، ويبدو أيضا أن الحكومة الجديدة تشغل أو يعني تحمل هم هذه المشكلة إلى حد ما، ويبدو أنها متعثرة الحل حتى الآن. معنا من المنيا صالح. صالح من المنيا، أهلا وسهلا. صالح. صالح. في مشكلة في الاتصالات النهاردة. صالح من المنيا فقدنا الاتصال معه، وفي انتظار مزيد من الاتصالات والأرقام موجودة على أسفل الشاشة نتحاور في آرائكم، وأيضا نحن وسيلة لنقل مشاكلكم عبر شاشتنا، شاشة الجزيرة مباشر مصر، وأيضا بكل أريحية نستقبل كل الآراء وكل المشاكل بغض النظر عن أي أو عن توجه من يتحدث إلينا. ما سيد من الشرقية. أستاذ سيد. سيد سيد، أهلا وسهلا. فادي. فادي من الشرقية. شادي. أستاذ شادي. فادي من الشرقية. اهلا وسهلا، اتفضل. فادي. فادي. شادي، استاذ شادي من الشرقيه، اتفضل. ايوه اتفضل. ايوه معاك. لا اطلع بره اكلمه من بره. لا سامعينك يا استاذ شادي، اتفضل. فادي. فادي من الشرقيه. انت على الهواء يا استاذ شادي وسامعينك، اتفضل. مشكله اليوم عن ايه؟ انت قول لنا مشكلتك عن ايه. احنا والله هنا في الشرقية يا فندم في يعني حصار رهيب من الشرطة، محلات تجارية وما عارفينش تشتغل خالص، وقفلنا كل المداخل والمخارج اللي داخل علينا. حصار؟ حاطين طوب اسمنتي وقافلين على المحلات التجارية كلها وقفلنا خالص. ده فين ده؟ نعم؟ فين الكلام ده؟ في طاووس. فين؟ طاووس الشرقية. طب ليه؟ عشان احنا حظنا ان احنا مزورين مجمع شرطه. يعني محلاتنا جانب مجمع شرطه. المحلات بجانب مجمع شرطه، فيعني دي اجراءات تامين للمجمع.
ولكنها يعني تؤثر على حركة المواطنين. خالص، مفيش عربيات عادي بتدخل لنا. احنا ناس، انا راجل صاحب محل اجهزه كهربائيه، لا في عربيات بتخش لي ولا عربيات بتطلع من عندي، وقافلين كل المداخل والمخارج علينا. طيب انت المحل الوحيد ولا في محلات اخرى في لا المنطقة في يعني؟ محلات، في اكتر من المنطقه فيها اكتر من 300 محل. طيب يعني تفاوضتم مع الشرطة او قلت لهم المشكلة ما فيش بتاعتكم؟ حد اسمع لحد. انا اخر الاسبوع الخميس اللي فات عامل مشكله مع مامور المركز بسبب جايب لي كشك حطه قدام باب المحل. يعني اختصار المشكلة ان في مجمع للشرطة في قريتكم، وبسبب هذا مدينة المجمع بقى، المدينة ما في فيهوش عملية مدينة. تأمين ونشر قوات وإقفال للمداخل والمخارج، وبالتالي أنتم كتل خرسانية يا فندم، كتل خرسانية قدام المحلات. طيب والمأمور قال لك إيه؟ المأمور كان بيجيب لي كشك يحطه قدام المحل وعامل لي مشكلة، وشلته بمشكلة كبيرة جدا جدا الأسبوع اللي فات. طيب شكرا جزيلا شادي من الشرقية. إذا بسبب الإجراءات الأمنية حول المقار الشرطية والأمنية في مصر وفي محافظات مصر، إجراءات أمنية مشددة ربما تعوق حركة المجاورين لهذه المقار، وهذا جاء بعد استهداف عدة مقار للشرطة ومديريات أمن في محافظات مختلفة، وأيضا في ظل استهداف أفراد الشرطة المنتشر في الفترة الأخيرة. ولكن بالتأكيد هذه الإجراءات الواقعة أنها تؤثر على حياة المواطنين، على حركة المواطنين، على البيع والشراء والمحلات التجارية. يبدو أن هناك ضرورة لإيجاد وسيلة للتأمين دون التأثير على حياة المواطنين. معنا اتصالات أخرى. طيب على كل حال يبدو أن هناك صعوبة في الاتصالات، ولكن جاءنا اتصال الآن من الإسكندرية. معنا محمد. ألو. أهلا وسهلا. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. والله بس في مشكلة عايزين نعرضها على حضراتكم، بس بالنسبة للكهرباء دلوقتي بتقطع بكميات كبيرة عندنا هنا في اسكندرية. اتفضل. وبعدين على طول يعني يوميا مرتين ثلاثة. طيب المعدل زاد طبعا ولا يعني ياتي في الاطار الطبيعي للفتره الاخيره؟ يعني اليومين دول في يعني زياده في انقطاع الكهرباء؟ زاد شويه. زاد شويه بقى قد ايه؟ يعني ممكن يقعد ساعتين، ساعه ونص في المره الواحده. وفي اليوم كم مره؟ ممكن مرتين. مرتين. انت في حي ايه يا استاذ محمد؟ العجمي ان شاء الله. في العجمي، يعني انقطاع الكهرباء في العجمي. ايوه. تمام. له تأثير على يعني عملية الاستياف؟ انت في طبعا زوار بيجوا الاسكندرية ومنطقة انا العجمي. عندنا شغل، انا فاتح ورشة تبريد تكييف، بيعطلني وبيعمل لي مشاكل مع الزباين. تمام، في خسائر يعني. طبعا. طيب شكرا جزيلا محمد من العجمي في الاسكندرية. مشكلة الكهرباء ما زالت هي المشكلة المسيطرة والتي تؤثر على حياة المواطنين في مصر بشكل كبير. ومعنا اتصالات أخرى. نذكر بالأرقام الظاهرة أسفل الشاشة للاتصال علينا والمشاركة في أخبار الناس. انقلوا لنا الأخبار التي ترونها مهمة، ولكن حاولوا طبعا التدقيق في هذه الأخبار التي تعرضها بالطبع على مسؤوليتكم. معنا من الشرقية عمرو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا أستاذ؟ يا أهلا وسهلا. أنا عمرو قاعد في السعودية بس أنا مش شرقية. انت بتتكلم من السعودية بس انت من الشرقية اصلا. ايوه، اهلا ربنا بيك، يبارك. اهلا بيك، اتفضل. دلوقتي انا بقالي 4 سنين هنا في السعودية عشان ابني بيتي، ومش عارف ابني، مش عارف اخلصهم لحد دلوقتي. الاسمنت غالي، الحديد غالي، كل حاجة غالية دلوقتي. بيتك في الشرقية طبعا. انا في الشرقية في ابو حماد.
فمش عارف اعمل ايه دلوقتي، بقى لي 4 سنين مش عارف انزل حتى اعمل بيتي، لو نزلت مش هعرف اجي هنا السعوديه تاني. ليه؟ والكهرباء بتقطع وكل حاجه، يعني سبحان الله مش عارف الواحد يعمل ايه والله. انت اكيد مش بتعاني من موضوع الكهرباء بما انك في السعوديه، ولكن مشكله البنى، انت يعني زي ما بيقولوا كده كل ما تحوش مبلغ تلاقي الله ينور. تكاليف البناء زادت عن المبلغ. وانا شغال هنا، يعني مش شغال محاسب ولا شغال مهندس، انا شغال عامل، الراتب اللي بيجي بنزله مصر عشان يعملوا بيه حاجه مصلحه اي حاجه. دلوقتي يعني بنزل حاجه يجيبوا نص الحاجه اللي انا عاوزها ومش بيجيبوها كلها. فاهمني؟ تمام. وانت طبعا مضطر تفضل في السعوديه عشان هي مصدر رزق الوحيد. دي الحاجه الوحيده اللي نفسي اخلصها، بيت واتجوز. انا عندي 28 سنه ونفسي يعني اخلص بيت واتجوز، وما عنديش عايز اسافر تاني، بس غصب عني البلد بتاع يعني عندنا مش عارف اشتغل فيها ولا عارف اعمل اي حاجه فيها، فاهم لازم اجي السعوديه تاني. طيب يعني حتى نعمم المشكله قليلا عمرو، تكاليف نعم. البناء زادت قد ايه؟ يعني انت كنت عامل حسابك على كام من كام سنه، ودلوقتي لقيت المفروض يبقوا كام؟ من كام سنه ده، هي من كام شهر الاسمنت كان ب 580 ولا 590، دلوقتي ارتفع ل 800 ولا مش عارف 800 او 700 جنيه. يعني قرب النص. ارتفاع جامد، يعني مش عارف الواحد يعمل ايه. الحديد اللي كنت بجيبه ب 4000، انا ببني بيتي بقالي لي 4 سنين ببني في بيتي، وبيتي دي كام متر؟ 120 متر، مش كبير يعني، مساحته مش كبيره. فسبحان الله مش عارف والله الواحد والله يعمل ايه المستعان. ان شاء الله يعني تقدر ان انت تكمل البيت وتتجوز، دي تمنياتنا لك عمرو. شكرا جزيلا عمرو من السعودية وأصله من الشرقية في مصر. هذه طبعا مشكلة أخرى غير انقطاع الكهرباء. عمرو عرض مشكلة ربما تواجه كثير من المقيمين في الخارج، وهي محاولة اقتناء منزل أو بناء منزل أو اقتناء شقة. كثير يعانون من هذه المشكلة، دائما الأسعار تزداد بمعدل أكبر من المتوقع لهم، وتستمر بذلك الغربة بلا نتيجة أو في إطار محاولة اللحاق بهذه الأسعار. معنا مجدي من المنصورة. أيوة أستاذ، معاك. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل أستاذ مجدي. أهلا أستاذ. يا أهلا بيك، أنت على الهوا، تفضل. لو سمحت بالله عليك، أنا عاوز أتكلم، بس بالله عليك ما تقفل علي. يا ما بنقفلش خالص، يعني إن شاء الله الخط ما تقطعش من عندك، بس إحنا ما بنقفلش طالما ما فيش إهانات، تفضل. ما فيش اعلانات ولا حاجه، بس انا لي انتقادات على قناه الجزيره مباشر مصر. اتفضل. يا اما لو سمحت، كل اللي بيتصل دلوقتي بيجيب سلبيات في البلد ومشاكل في البلد، واخد بال حضرتك؟ كويس. وفين الايجابيات؟ ما فيش ايجابيات خالص في البلد. طب قول لنا انت الايجابيات، فرصه. نعم. فرصه، انت قول لنا الايجابيات اللي شايفها في البلد، ما عندناش مشكله. يا بيه لو سمحت، احنا دلوقتي فترة صعبة جدا، البلد بتمر بفترة صعبة جدا. حلو. البلد، طيب أستاذ مجدي، البلد بتمر بفترة صعبة، المتصلين علينا شايفين إن في كتير من السلبيات. أنت على الأقل في هذه الفترة الصعبة، إيه الإيجابيات اللي شايفها بتتحقق أو ممكن تتحقق أو ماشيين في طريق إنها تتحقق؟ قول لنا. يا سعادة البيه، أنا لحد دلوقتي لا انا شايف ايجابيات ولا شايف سلبيات. البلد بتنهار، ما هي صعبانه لا على المصري ولا على الاجنبي ولا اي حد. البلد دلوقتي فيه معيار يا سعاده البلد، مفروض احنا كلنا ما يعني نحاول ان احنا حتى يعني نقف في صف البلد شويه. طب قول لنا ازاي استاذ مجدي، قرب شويه بس من التليفون للخط يتقطع، وقول لنا ازاي، يعني اقترح علينا خريطة طريق نمشي فيها أو يمشي فيها المصريون حتى يصلوا بالبلد لبر الأمان، تفضل قول لنا. أيوه يعني معلش، الإعلام ده المفروض يبقى إعلام بناء وليس هدام، يعني الإعلام حضرتك هو الناس الوحيدين اللي ممكن يقوموا الشعب ويوقفوه على رجليه، الإعلام ده في الدرجة الأولى.
انا راجل عموما راجل يعني انا راجل معايا دبلوم تجاره، ما مش راجل مثقف ولا حاجه، بس على قد يعني على قد فهمي ان الاعلام ده هو اللي بيوقف الناس على رجليهم وهو اللي بيوجه الناس. وعلى قد فهمك ليه يعني ما شاء الله كلامك كويس وينم عن وطنية وخوف عن مصلحة البلد، بس أنا اللي عايز أسألك إزاي، إيه اللي أنت عايز تشوفه في الإعلام غير نقل الأخبار ونقل الحقيقة؟ في حاجة تانية عايز تشوفها؟ أيوة ده أنا عاوز أشوف إن يجيبوا عن مصر إيجابيات، على تجيبوا عن مصر إيجابيات إحنا سلبيات. أرجوكم أنا بحب بلدي فعلا. طيب. أنا لا منتمي للإخوان ولا منتمي لأي فصيل، والله مانيش منتمي لأي يا سيدي ولا أنا، ولكن أنا بنتمي الحب ولا أنا، بس أنا بسألك طيب قول لي الإيجابيات وأنا أخدها على طول دلوقتي، هتبقى طلعت على الهوا. يعني الإعلام بينقل الأخبار وبيحاول أن ينقل معاناة المواطنين، أنت قول لي لو في إيجابية، لو في حاجة شايفها كويسة فرصة. أنا هقول لك والله يا أستاذ، والله أنا ماني شايف إيجابيات فعلا، مش شايف، بس يعني معلش برضه مش مفروض ان احنا يعني نبين العمل ده كله، ما في قضايا كثيره جدا مستخبيه، اشمعنى مصر هي اللي بيسمعوا عنها وبيقولوا عنها، اشمعنى مصر في الدول دي كلها؟ ما سوريا فيها مشاكل، وجنوب ووسط افريقيا المسلمين بيتدفعوا فيه مشاكل، وتونس فيها مشاكل، وليبيا فيها مشاكل، اشمعنى مصر يعني؟ مش عارف انا والله. طيب شكرا جزيلا استاذ مجدي من المنصورة، يعني رأيك على رأسنا من فوق وشكرا للمشاركة. معنا عمر من القاهرة. ألو. أهلا وسهلا. أهلا بيه. أهلا أستاذ عمر تفضل. ألو. أستاذ عمر تفضل، أهلا بيك. لو سمعت أنا كنت عايز أقول بس حاجة، يعني هم كل اللي بيتصل دلوقتي بيدافع عن عن النظام اللي موجود ويتكلم إن إحنا لازم نقف جنب البلد ولازم نقف جنب الحكومة. البرامج التلفزيونية حتى يعني امبارح قال لهم عاملين طرحين حلول للمشاكل، لحل أزمة الكهرباء، لحل أزمة مش عارف ايه. طب ليه الازدواج؟ طب ما كان ايام الدكتور مرسي ما كانش بيعملوا الكلام ده ليه؟ كان كلهم واقفين ضده ليه؟ كانوا كل دول واقفين ضده، كانوا بيبرزوا الأخطاء اللي موجودة في البلد، ما كانوش بيقولوا عايزين نعمل حل ابدا، لا كانوا بيحملوا المسؤولية دايما كلها للحكومة وللدكتور مرسي. طب لما الحكومه فشلت بعد 8 شهور بتاعه الببلاوي، يعني لو هنقارن مثلا ان هي ان الحكومه الدكتور مرسي فشلت زي حكومه الببلاوي. طيب يا استاذ عمر أيوة، يعني ايه رايك نسيب كل وسيله اعلام او كل شخص يحاول ان يعبر عن رايه يعبر كما يشاء ويتناول المواضيع كما يشاء، انت قول لنا ايه المشاكل اللي انت شايفها في الوقت الحالي، اهم مشاكل تعباك شخصيا. واتحدى اي حد يطلع يقول ان حال البلد كويس. الناس ما عادش لاقيه تاكل. انا بشتغل اعمال حره. اقسم بالله ما يعني مش عايز اقول لك ما يعني عشان ادخل اللحمه لبيتي بقت مشكله. انا كنت يعني بشتغل اعمال حره مش موظف ولا حاجه. كان الاول يعني ان انا النهارده عشان اشتري اللحمه في بيتي بتسبب لي مشكله، كيلو اللحمه وصل 80 جنيه. يعني هم كل اللي عملوه ان هم شالوا الببلاوي، طب الببلاوي ده مش كانت حكومه زي حكومه الدكتور هشام قنديل زياده؟ طب انت مش متفائل بالحكومه يعني الجديده، الظروف الحاليه والاضرابات وارتفاع الاسعار، الناس في حاله يعني عدم رضا عن الوضع الحالي، الا تعتقد ان الحكومه الحاليه مضطره انها تجد حلول يا استاذ عمر؟ نعم. الحكومه الحاليه في ظل الوضع الحالي وعدم رضا الناس، يعني الا تتصور انها مضطره لايجاد حلول ومحاوله حل هذه المشكلات؟ طبعا مضطره، بس اللي انا بتكلم فيه ان هم لم يعني ليه الازدواجيه في المعايير؟ ليه بيتعاملوا معانا بالمنظر ده؟ طيب ما كان الدكتور هشام قنديل طبعا غير ما نقارنش بينه وبين الببلاوي خالص، واداؤه بين حكومه الببلاوي. الببلاوي في 6 شهور صرف 17 مليار دولار، ما نعرفش راحوا فين، ما حدش طلع قال لنا هم راحوا فين. طيب شكرا جزيلا عمر من القاهره، انقطع الخط من عندك يا عمر. محمد من المنصوره. وعليكم السلام. انا بشكر فريق عمل الجزيره كله عمرهم. بص الصوت مش واضح، الصوت يعني مغلوش شويه، حاول تقرب شويه من التليفون وتقف في حته كويسه. طيب نعتذر منك محمد من المنصوره، نتمنى ان تعاود الاتصال بنا من جديد. معنا جبريل من سوهاج.
جبريل من سوهاج، انقطع الخط مع جبريل من سوهاج. الوضع السياسي وأيضا تناول الإعلام لمصر من القضايا التي تشغل بال المصريين على ما يبدو من خلال اتصال الأخ مجدي من المنصورة. معنا من القاهرة الأستاذ جلال. أستاذ جلال من القاهرة. السلام. وعليكم السلام. السلام عليكم. يا أهلا وسهلا، اتفضل. والنبي أنا مشكلتي غير أي مشكلة أي حد، أنا مشكلتي لا مادية ولا أنا كنت عايش في خلال. علي صوتك بس شوية أستاذ جلال، علي صوتك شوية. السلام عليكم. سامعينك، اتفضل. مشكلتك غير أي مشكلة، اتفضل. أنا مشكلتي غير أي مشكلة، مش مادية ولا مع يعني ولا إمكانيات ولا أي حاجة، أنا مشكلتي كنت إن أنا عايش في ثورة، كنت حاسس بحلم جميل البلد. فجأة الحلم ضاع. ازاي يعني؟ وضح اكتر. كنت بحلم بدولة العدالة، دولة كل واحد ياخد حقه، الكبير يتحاسب، الصغير يعيش وسط الناس، لما دلوقتي الشرطة بتمشي في الشارع بتعاملنا مش بني ادمين. كنا على عصر الدكتور مرسي عايشين ان احنا الشرطة بتعاملنا كمواطنين في البلد. احنا دلوقتي انا من ضمن الناس اللي عايز اشوف الجا لاي دوله وهي تكون دوله قطر. الدوله صديق للشعب المصري بجد. طيب في ناس بتقول ان احنا في مرحله انتقاليه، لماذا لا تصبر حتى تاتي انتخابات رئاسيه ورئيس جديد ربما يحقق لك ما تتمناه من اهداف الثوره؟ هل توافق على هذا الراي؟ حاجه من ده ما لا, ما لا لا طبعا، لان ما فيش حاجه، في تزوير وفي غش وفي سرقه وفي السرقه اللي ثروات البلد. طيب شكرا جزيلا. كان معنا جلال من القاهره، شكرا جزيلا استاذ جلال. معنا عمر من البحيره. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام. والله انا يعني حابب ارد على الاخوه اللي هم شايفين الصوره معتمه عندنا في مصر، اقول لهم ان الحياه عندنا حلوه خالص. الكارته اللي هي بتاعه العبور ارتفعت من 30 جنيه ل 230 جنيه 800%، وكان عندنا في مصر ايه اللي ارتفع من 30 ل 230؟ معلش يا استاذ عمر. من 30 جنيه ل 230 جنيه. ايه اللي ارتفع ده؟ اللي هي الكارته بتاعه العبور بتاعه الطريق الكارته العربيات النقل. علشان كل المواد الغذائيه الاسعار بتاعتها ترتفع، والمواد بتاعه البناء اسعارها ترتفع. غير كده احنا كان عندنا امبارح مهرجان دولي في مصر لملكه جمال الكلاب في دوله الناس مش لاقيه فيها الاكل، عاملين يعني في احسن من كده. عندنا رئيس، عندنا وزير. ما ده خبر كويس اهو. طبعا ما دي اخبار جميله، ما هو لازم الناس تعرف ان الحياه عندنا وارده. امال زعلان ليه بقى؟ عندنا وزير دفاع طلع يحلف اكتر من 500 يمين قسما بالله ان هو مش تمام في حاجه، وفي الاخر اكتشفنا ان هو بيحقق الحلم اللي حلم بيه عشان يجيب ساعه اوميجا. هنتمنى ايه اكتر من كده؟ هنتمنى ايه؟ ان هو بسببه واللي هو بيعمله وبالتخطيطات اللي هو بيعملها بيعزل دوله زي قطر النهارده من الخليج العربي. انا عن نفسي باعلن ان انا يعني لا انا استنى يا استاذ عمر، ولا يأخر. انت ما تدخلش الامور في بعضها علشان لغايه دلوقتي الامور دي مش باينه يعني. خلاص ماشي. غير كده سياده الفريق السيسي ولا المشير السيسي، هو من امتى منتظرين يعني اللي متفاجئين ان هو بيترشح؟ طب انت واخد موقف شخصي انت واخد موقف شخصي من المشير السيسي ولا سيسي. احنا المفروض نبقى ولائنا للبلد بغض النظر عن الرئيس؟ سيسي الله يعني سيسي يعني اذا كان الاخوان اذا كان هو بنفسه يعني هو بنفسه بيناقض نفسه، بيقول ان كانت المشكله ان هو عرض على الرئيس محمد مرسي ان هو يستفتى على نفسه، يعني على هو عشان ما استفتاش على نفسه لفق له يعني كان بيستفتى على نفسه. يعني انا عايز اساله سؤال، انت كنت بتطلب من واحد متخابر مع حماس وعميل وقائد جماعه ارهابيه ان هو يستفتى على نفسه، وكنت هتسن تحت امرته وفضلت تحت امرته سنه، وكنت ما عندكش مانع ان هو يستفتى على نفسه لو نجح تسن تحت امرته؟ يبقى انت خايف. القضيه طيب اللي هو طيب فيها حتى لا ندخل في يعني بص ده كله خارج اطار البرنامج، احنا عايزين نتكلم عن المشاكل والحلول. لا ما احنا المشاكل الحياتيه يعني دوله
دوله بتعمل مسابقه لملك الجمال للكلاب بيبقى فيها مشاكل فيه. طيب انت موضوع ملك الجمال للكلاب ده مضايقك، شكرا جزيلا. عمر من البحيره. نعطي المجال لمتصل اخر من القاهره معنا، استاذ عادل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخبارك يا اخي؟ والله يا اخي انا مبسوط بالجزيره واللي بتعملها، انها بتنشر كل حاجه وبصدق، وانا عارف الكلام ده كويس. وعلى فكره الكهرباء دي طبعا مشكله اساسيه، فالحاجات دي كانت بتحصل ايام الدكتور مرسي. ماشي، المفروض ان هي بتحصل زمان الدكتور، لو الراجل دوت السيسي ده عمل اللي عم بيعمله دلوقتي ايام الدكتور مرسي كانت البلد قامت كويس. انما انا مش عارف ليه بيعمل كده، ليه عايزين يفسدوا البلد وعايزين ينهبوها؟ ليه هم بقالهم اكتر من 60 سنه بس. استنى يا استاذ عادل، انت بتقول لو بيعمل اللي بيعمله دلوقتي كانت البلد مشيت كويس؟ ان هو كان المفروض عمل اللي بيعمله دلوقتي، يعني دلوقتي البلد ماشيه في مسار يعني كويس، ده نفهمه من كلامه. لا لا لا، البلد اللي بقول له هو كان عمل الكلام ده في رئيس شرعي، وكان المفروض ان هو وقف جنبه هو والشرطه، كان كل الكلام ده ما حصلش. انما بسبب اللي هو عمله البلد هتخرب لسه ازيد من كده، فحرام حرام عليه. يعني احنا عايزينه يتقي الله في الناس اللي هو طيب بيعتقلها. بعيدا عن الاشخاص، بعيدا عن الاشخاص وولاءات كل شخص او كل مواطن مصري لتيار معين او تيار اخر، دعنا نتحدث عن مشاكل البلد بغض النظر. لو جاء السيسي واصلح حال البلد، قد يقول البعض اهلا وسهلا. لو كان مرسي ايضا موجود واصلح الحال، يقول اخرون اهلا وسهلا. يعني هناك هذا اهتمام ربما المواطن البسيط، كثير من هؤلاء المواطنين يهتمون بالاحوال المعيشيه والمشاكل. حدثنا عن هذه المشاكل الحياتيه، الوضع الراهن السياسي كيف ينعكس على المشاكل التي تواجهك كمواطن؟ اقول لك المشاكل الحياتيه ان الشوارع كلها مكسره، ما فيش شارع نظيف تمشي فيه في المنطقه اللي انا ساكن فيها. انا من قلب القاهره وساكن قريب قوي في منطقه اسمها فايده كامل ودار السلام، وقريبين من المعادي. المنطقه هناك كلها مكسره ناحيه مزرعه البط والحتت ديت. المفروض ان الراجل دوت يبعت ناس الاول. انا عشت ايام الرئيس الشرعي للبلد المخطوف دلوقتي حاليا، كانت الزباله بتتشال من الشارع العمومي ما فيش نص ساعه، وقلبات كانت بترجع ترميها تاني في نفس المكان بناء على تعليمات ناس، وكانوا بياخدوا فلوس اللي هم السواقين. طبعا انا عارف ان هتقول لي ايه اللي يثبت الكلام دوت. انا سالت السواقين اللي كانوا ايامها ايام الدكتور مرسي، الزباله كانت بتتشال في خلال نص ساعه، كانت الزباله بتترمي ترجع قلبات تانيه جايبه زباله تانيه بترمي في نفس المكان. وكنت بشوف الناس اللي هم كانوا واقفين كانوا بيشيلوا الزباله، فعلا ناس محترمه وكانوا عايزين ينظفوا البلد في الفتره اللي هي بتاعت الدكتور مرسي. اما دلوقتي انا مش عارف الناس دي عايزه ايه، عايزه ايه من البلد؟ يعني حرام عليهم اللي هم بيعملوه دوت. الغاز مسروق وكل حاجه مسروقه، في ايه يا عم؟ احنا طيب مش عارف احنا عايشين في ايه. شكرا جزيلا عادل من القاهره. عنتر من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام. بس عايز اشارك في البرنامج معلش. اهلا وسهلا، ارفع صوتك استاذ عنتر. ماشي معاكم بس عشان نتجوز. لا مش سامع، انا مش سامع، ارفع عارف. صوتك. ايوه معاك سامعني. ايوه اتفضل. انت هتقول لي المشاكل ايه؟ هو في عشان ايه في مصر قاعد سليم لما هتبقى انت هتقول لي مشاكل؟ هي فين اصلا؟ ما فيش حاجه في مصر ما فيهاش مشكله. عنتر متشائم بشكل كبير، شايف كل حاجه فيها مشكله. طب السؤال، امال الناس عايشه ازاي في ظل هذه الظروف؟ ده سؤال المهم. الناس اللي بتطرح مشاكل وشايفه الامور بهذا الشكل السوداوي، ازاي الناس بتمشي امورها؟ ازاي الناس بتعيش بالرواتب الضئيله في ظل الظروف المعيشيه الصعبه؟ يعني هل الناس اصبحوا ليسوا في حاجه للحكومه؟ باتوا لا يعتمدون على الحكومه؟ عادل من أسيوط. عادل من أسيوط أهلا وسهلا حضرتك. بس بنتكلم على مشاكل الكهرباء، بتقطع كل يوم ساعتين في أسيوط، ودلوقتي المعيشة والشباب بتدور على أي أكل عيش دلوقتي مش بيوفر. طيب الكهرباء بتتقطع كل يوم ساعتين، ده معدل زاد ولا قل ولا زي ما هو من فترة؟ لا زاد. كان قبل كده كان أول ساعة بعد كده دلوقتي ساعتين في اليوم. الأول ده كان زاد. امتى يعني؟ من شهر مثلا؟ كان من شهر.
دلوقتي زاد بقى ساعتين في اليوم. دلوقتي بقى ساعتين. تمام. والمشاكل دلوقتي برضو كالعمل مش متوفر. ايه المشكله اللي بتاثر عليك شخصيا يعني، دعك من الاخرين، الاستاذ عادل نفسه، ايه هي المشكله اللي تعباه؟ قطعه الكهرباء دي بتاثر على كل الناس، مش انا بس يعني، بتاثر على كله. لها علاقه بتاثر على رزقك مثلا، انت بتعمل في يعني بتشتغل حاجه بتحتاج لكهرباء او كده؟ المحل الادوات الكهربائيه دلوقتي مش بيشتغل غير بالكهرباء، تصليح الادوات الكهربائيه مش بيشتغل غير بالكهرباء، لما يقطع هو مرتين في اليوم ما حدش يقدر يشتغل خالص. تمام، شكرا عادل من اسيوط. معنا هاشم من الفيوم. هاشم من الفيوم. طيب، ليس معنا اتصال حتى الآن. نذكر بالطبع بالاتصال على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. معنا أم مهند من القاهرة. لا، من طنطا، محافظة الغربية. أم مهند من طنطا، يا أهلا وسهلا. أهلا حضرتك يا فندم. حضرتك أنا قاعدة سامعة البرنامج وكده، وحضرتك بتسأل الناس عايشين ازاي. فعلا هي الدنيا سيئة هنا جدا، بس الناس الحمد لله عايشة ببركة ربنا. هو كله بيشتكي، بس السؤال فعلا الناس عايشة ازاي يعني في ظل الشكاوى دي كلها؟ ببركة ربنا اولا واخيرا، ببركة ربنا. بس ربنا بيسبب طبعا الاسباب ازاي بقى يعني، لو تدينا نموذج كده الناس بتتصرف ازاي. يعني نموذج ان مثلا لو نفترض ان واحد مثلا مرتبه بسيط، ربنا بيبارك له فيه، دي حاجة يعني احنا ما نعرفش نفسرها. المرتب بتاعه ربنا بيبارك له فيه ان هو يعرف يقضي حاجته، لان الشعب المصري ده اغلب شعب في العالم واطيب شعب في العالم، فعشان كده ربنا واقف جنبه. بس للاسف احنا بلدنا فيها فساد كتير، هو ده اللي مضيع البلد. لكن اصل الشعب المصري شعب طيب جدا وغلبان جدا وبيرضى بقليله. كل امنيات اي طيب مواطن طيب مصري ست ام مهند ست ام مهند، أيوة يعني ان الشعب المصري بيمشي اموره ببركه ربنا، هل ده يعني طبعا يدل على ان الشعب المصري يعني فهلاوي ويستطيع ان يتعامل مع اي موقف ويتكيف معاه، ام انه ربما يكون جانب اخر من الفساد؟ لا، هو مش موضوع فهلوه يا فندم، بركه ربنا دي مش فهلوه، دي يعني حاجة يعني ربنا بارك له في عيشته مخليه راضي بيها. هي العيشة قليلة عن بالنسبة للمستويات التانية كتير، بس هو راضي بيها، راضي بعيشته. انت فاهم حضرتك ازاي؟ تمام. انا مش عارف الرضا. يعني الرضا راضي، الحمد لله راضي. يعني الرضا نعمة ربنا يديمها علينا كلنا. شكرا طبعاً. جزيلا ام مهند، الشعب ماشي ببركة ربنا. ويبدو أن وقت البرنامج انتهى، وكان في الختام يعني تصديقا لكلام أم مهند في تقرير يتحدث عن اقتصاد موازي في مصر يستطيع من خلاله الشعب المصري التعايش مع الأزمات. هناك كل من يعمل في مؤسسة حكومية يعمل بعد الظهر، ربما سائق تاكسي، في دروس خصوصية وغيرها، وهذا ربما يفسر كيف يتعايش المصريون مع الواقع الصعب دائما. في النهاية نشكر كل من شارك معنا في برنامج أخبار الناس، وندعوكم للمشاركة معنا في هذا البرنامج في هذا التوقيت، ونشكركم على المتابعة، وإلى اللقاء.